يا اهلا بيك. انت مين يا لمي؟ انا مين وسط اصحابك يعني؟ انا مشتركه في يعني عضوه في شلل كتير الحقيقه، بس زمان كانوا دايما متحسسين قوي معايا، بلاش تهزر مع لميا عشان بتزعل، بلاش تقول للميا كلام يحمل اكتر من معنى عشان بتتقمص بسرعه. فكنت دايما بحس ان انا يعني عبء عليهم قوي، بيبقوا طول الوقت حساسين في الكلام معايا. دلوقتي انا بقيت النقيض تماما. ماشي يعني عندك. انا استاذ التكبير دماغ، هتقول اي حاجه اكبر دماغي، او معلش يعني انت لو ضايقتني او قلت اي حاجه كده اقول بتعدي. يمكن انا السبب، انا اللي خليتك تعمل كده او مش قصدك. يعني لازم احللك اي تحليل نفسي كده عشان ما ازعلش. فانا طول الوقت ما بقتش ازعل من اي حد ايا كان. ده كويس جدا. انما ممكن صحابك يجولك امتى؟ يعني يستشيروكي في ايه مثلا؟ يستشيروني في ايه؟ بيستشيروني في حاجات ليها علاقه بالاطفال، عشان انا طول الوقت مهتمه قوي بالحياه الشخصيه وبناء الشخصيه بتاعت الطفل وكده، فدايما بيسالوني. وعلى فكره مش دايما حد من شلتنا، كمان ناس يعني ما اعرفهاش بلاقيهم بيسالوني عملت ايه في كذا، طب نعمل ازاي كذا. فدي اكتر حاجه انا بتسال فيها الحقيقه. عظيم جدا.